السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا الأعزاء، أخبار معاليكم، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. إحنا النهاردة إحنا اتكلمنا عن التأسيس كتير قوي، كتير جدا. أهم حاجة بقى نتكلم في التشطيب، وأهم أهم أهم التفاصيل في التأسيس أشوفها في التشطيب عشان تتشطب صح وكويس زي ما إحنا متفقين مع بعض، وزي ما إحنا بنقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بمعنى تتقي ربنا في التأسيس، ربنا هيكافئك في التشطيب، تشطب مستريح، تشطب بشكل جمالي، تلاقي كل حاجة جاية في مكانها، مفيش استسهال، عملنا ديزاين من دماغنا اللهم لك الحمد جه معانا زي ما احنا عايزين، الله أكبر اللهم لك الحمد. فهنبص دلوقتي مع بعض بإذن الله، بس أهم حاجة نعرف الصوت شغال مع حضراتكم ولا لأ. الصوت شغال؟ الصوت شغال صوت وصورة ولا لأ؟ أهم حاجة بس معلش حد من أصدقائنا باشمهندسة رشا أحمد، طبعا الحصان الذهبي على البيج عندنا في اي حاجه لايف بنلاقيها معانا. هل الصوت شغال عند سيادتك يا فندم ولا لا؟ السلام عليكم، حد يرد يقول عليكم السلام. طيب الصوت شغال ولا لا؟ السلام عليكم، الصوت شغال مع حضراتكم ولا لأ؟ الصوت شكله مش شغال. الصوت شغال. السلام عليكم. طب تمام تمام جدا، طبعا الحصان الذهبي عندنا على البيج والله الباشمهندس رشا. طيب الحمد لله كده الصوت شغال معانا تمام، فكده هنكمل كلامنا باذن الله. طيب اول حاجه احنا قلناها في التأسيس عشان دي اللي احنا هناخد بالنا منها، طبعا السباك مهندس الشقه اول حد بيخشها واخر حد بيخرج منها زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني انا بحط لك الديزاين، بحط لك الرسمه، بحط لك التفاصيل، بحط لك بروز الخلاطه قد ايه، الشرب قد ايه، التعديلات المعماريه، الكلام ده كله. طيب اول حاجه احنا اتكلمنا فيها لما كنا بنأسس، وعملك الفيديو ده برضو ان شاء الله هحط لك اللينك بتاع برضو. بص احنا خدنا هنا الشرب بتاعنا، بص ده كان رخام معمول، الرخام مع الليفل بتاع الشقه الاثنين جايين معاك ليفل واحد، ده كده الشرب، انت واخد شرب كويس ومستريح. دي اول حاجه احنا اتكلمنا فيها. طيب تاني حاجه سيادتك، ده حمام ضيوف، حاجه صغيره، شياكه، اناقه، جمال، باقل التكاليف عملت حاجه لذيذه. مش اقل تكاليف، لا اقل تكاليف في الفلوس، فعلا هي اقل تكاليف في الفلوس بامانه. هحسب لكم الحمام ده ثمنه كام لما اتشطب دلوقتي، ونقول من التاسيس للتشطيب بقى بكام. عندي ده هنا حوض نص ركبه حضرتك، انزل كده هات حوض نص ركبه. طبعا انا عندي حوض نص ركبه علشان عندي التواليت هنا قاعده معلقه، ما احبش انا كمحمد صلاح اعمل الركبه على الارض او الكلام ده. طبعا الامكانيات ما كانتش موجوده في المساحه عشان نعمل يونت او الكلام ده. بص شياكه، كل حاجه جايه في مكانها بعيد عن الحائط. خلاط شاور، حطينا خلاط شاور للحمام هنا، حاجه هي حمام ضيوف بس. احنا قلنا ايه؟ لا ربما الاولاد نازلين المدرسه وعايزين يبقى في حاجه بسرعه سريعه ينزلوا عليها او بتاع، يبقى ياخد شاور. عملنا شاور صغير لذيذ جدا اهو. صفايه عندي اهي، هنعرف الصفايه دي ايه تفاصيلها في الحمام التاني جوه. عندي شطاف سخن وبارد. عندي هنا القعده المعلقه ديورا ستايل من ديورا فيت. القعده ديت قعده انا بحب اركبها جدا 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 علشان تفاصيلها. بص مفيش حاجه باينه من مكان تربيطات ولا اي حاجه. طبعا احنا لسه جاري العمل، لسه بنفنش طبعا في الشغل عندنا. هات كده هنا يا استاذي، بص كده حضرتك مفيش حاجه هنا ربطات ولا اي حاجه اطلاقا اطلاقا. صندوق معايا، صندوق دفن جروهي وش مربع، ادوس على الصندوق ينزل لي الميه بتاعتي، حاجه مستريحه جامد جدا. طيب ايه اهم القواعد اللي اشتغل عليها في القواعد المعلقه؟ ديورا ستايل دي وشتارك 3 ديورا فيت، دول احسن قاعدتين تشتغل عليهم في القواعد المعلقه. ده وجهه نظر الشخصيه الذي لا قيمه لها. القاعده المعلقه احنا هنشوفها لايف دلوقتي. يعني بص كده حضرتك انا واقف عليها لايف ولا فيها اي مشكله اطلاقا بالمره، وهيجي الاستاذ خالد معايا دلوقتي هيقعد عليها وانا واقف عليها. القعده دي بتشيل 450 كيلو بس تركب صح، من صنايعي بروفيشنال، صنايعي فاهم هو بيركب ايه.
ممكن تركبها تيجي تقول عليها تلاقي الحجامه مكسوره او طاقه او اي سبب ما. احنا بنقول لا، احنا بنقف على القاعده وبنقعد عليها اتنين او تلاته على حسب اللي موجود، علشان اقول لك ان دي بتشيل 450 كيلو، دي ديورا ستايل من ديورا في. هنظبط التليفون دلوقتي ونقعد على القاعده. وريني نحاول نثبت الموبايل بأي طريقة. أظن كده مش هتيجي، مش عارف أظبط الموبايل بصراحة. طب ثواني نظبط الموبايل، لأن هو أهو حتى عايزين حد يمسك ال ثبت كده ثواني. بس كده، بص كده حضرتك ايه اللي هيحصل. هنقف على القعده ديورا ستايل من ديورا فيت. تعالى اطلع اقف هنا، اقف اطلع. دي قاعده ديورا ستايل من ديورا فيت، احنا الاثنين واقفين عليه، واقفين مش قاعدين. سيب ايدك اهو، الدنيا فاضية ولا فيها أي مشكلة إطلاقا بالمرة. هذا إن دل فيدل على قوة تحملها وقوة تثبيتها. طيب إيه تاني حضرتك يفيدني في التأسيس أعرفه عشان أشطر عليه؟ السنترية اللي قلنا عليها. يعني أنا هنا سايب لك فراغ كويس تقف تقعد. بص نص القعدة معايا بالظبط 47 سنتي من الحائط، يعني كان 50 سنتي اثناء التشطيب، بيديك فراغ حلو قوي 25 سنتي، بحيث ان اللي قاعد يبقى رجليه مش ضامه في الحيطه، لا قاعد مستريح واخد راحتي مستريحه جامد جدا، ما الاقيش رجلي مزنوقه او ممكن اجيبها كده شويتين، لا كل حاجه تيجي براحتها والطبيعه بتاعتها تبقى جميله جدا. الدش معايا وسعت له سنه الناحيه دي، يعني بص ده اللي احنا بنقول بقى عليها ايه السنتريه، دي كده عامله معايا 86 سنتي نصها، فانا وسعت هنا علشان اوقف واحد هنا طفل صغير ياخد شاور في مكان صغير. طبعا الفيشه دي احنا هنلغيها من مكانها خالص، اوقف واحد صغير ياخد شاور لذيذ معاه، تبقى الدنيا معاه لذيذه ومستريحه. عندي هنا دي الصبانه والكوبايه بتاعت الفرش وفرش الاسنان والمعجون، الخلاط بتاعي حاجه لذيذه حاجه شياكه. طيب الحمام ده تكلفته قد ايه؟ طيب هنحسبه تكلفه سريعا كده. انا عندي التواليت دوت ب 3000 جنيه، عندي الحوض تقريبا داخل في رينج 1000 جنيه، عندي وش التشطيب دوت 1000 جنيه، يبقى 1000 و1000 2000 و3 5 و1000 يبقى 6، ودي ودي 1000، قول مثلا 7 7000 جنيه التشطيب النهائي. الدفن جوه عندي القعده المعلقه، الصندوق الدفن تقريبا كان ب 1800 قول 2000 جنيه، وشويه المواسير والقطع عمل معايا تقريبا 4000 جنيه مثلا بضاعه، مثلا 4 وقول 10 ادي 14000 جنيه. لو انت هتشطب تشطيب عالي هتعمل نفس ال 14000 لعلمك، برضه مواسير وقعده وحوض والقصه دي كلها. طيب نبص برضه الدش عندي هنا لما يشتغل. الصباط اداني ميه تحت هنا الاول اهو، احول من الصباط حضرتك، احول من الصباط للهاند شاور، احول للرين شاور من فوق، الميه نزلت من الرين شاور فوق، يبقى انا والميه نازله على البيبه كمان، يعني مديك اتنين في واحد، ميتك على البيبه مش هتمشي في الحمام معاك او القصه دي كلها. طيب انا كده عملت لك تلات اوامر، تلات مخارج بخلاط اقتصادي ب 1200 جنيه او 1500 جنيه تقريبا، بيديك ثلاث مخارج. وفرت لك من خلاط سمارت بوكس بمبلغ، وفرت لك من خلاط روكا بمبلغ، لا جبنا صباب بالمحول بالهاند شاور، حاجه لذيذه جدا وحاجه قيمه جدا جدا جدا. والجيبسون بورد عندي الرين شاور نازل من السقف، حاجه فوق قمه الوصف والخيال. طيب بص بقى المقاسات بقى ستاندر حضرتك، ستاندر يعني دلوقتي نتكلم في مقاسات ستاندر. اتفضل يا استاذ عمرو، الصوت شغال اهم حاجه ولا لا؟ طيب هنتكلم في مقاسات ستاندر بالظبط. بص الحوض بيركب معاك على 85 سم،
ده استاندر تركيب الحوض، الصوت شغال ولا لا؟ اهم حاجه الصوت يكون شغال عشان المقاسات دي مهمه جدا. استاندر الحوض 85 سم، استاندر التواليت معايا يكون 40 سم، 40 سم بالظبط. استاندر من 40 لحد 42، 38 لا، يعني لو جت 38 لا، جت 37 لا. استاندر التواليت من 40 ل 42 سنتي. ده هيقولوا بقى لو انت واخد الشربه مظبوط، يبقى استاندر التواليت لاي قاعده، اي قاعده معلقه هتركب، استاندر من 40 ل 42 سنتي. عندي خلاط الشطافه استاندر 50 سنتي زي ما سيادتك شايف بالظبط في المقاسات. عندي مخرج الدفن اللي عشان اركب عليه حاجه شكلها شيك والخرطوم ما يطولش الارض والميه والكلام ده، عندي ستاندر من 70 ل 65 سنتي. احنا بنقول 70 و65 ماشي. عندي ستاندر تركيب الشاور بتاعي، الدش بتاعي على متر و10، تركيب الدش بتاعي على متر و10. الصباب عندي على 85 سنتي والاثنين جايين اكس واحد مع بعض. الرين شاور نازل عندي من السقف. بص كده، بص كده سيادتك، لم السلك في ايدك. انا دلوقتي واقف متر و10، الخلاط فين؟ اهو قدام بطني وقدام ايديا. مش لازم اوطي له في صناعيه بتعمل الخلاط على 85 وعلى متر وعلى 90، لا. طب هو انا لازم اوطي عشان افتح؟ ارجع ورا سنك. مش لازم اوطي عشان افتح، لا، انا اهو قدام ايديا ومش لازم اوطيها. دي اللي احنا بنقوله بقى ايه؟ متر و10. ده اللي احنا بنتكلم اساسا بنتكلم فيها في التاسيس، بنقولها في التشطيب لايف عشان لو حد عنده اي كومنت او تفصيل نرد عليه باذن الله في كل ما يلزم السباكه الحديثه المتطوره، مقاسات، ديزاين، القصه دي كلها. هنخش جوه بقى على حاجه ان شاء الله يعني انا بقول عليها تحفه التحفه، بس احاول افصل اللايف واخش في لايف تاني عشان الباقه تحمل وتستحمل، عشان جوه الشبكه ضعيفه، لو الصوت جوه ما اشتغلش يا ريت حد يعرفنا. صور كده الحمام كويس. منور الزعم، ايه رايك في الشغل؟ لا تمام والله. يعني ينفع اكون سباك شاطر؟ اشطر سباك والله. بس عشان خاطر احنا على اللايف وعلى الهوا يعني الكلمه متقاله. لا الله ينور والله. الله يخليك يا باشمهندس. كل حاجه فيك مظبوطه والله. طبعا طريقة تركيب الشغل دوت هنشوفه مع بعض في فيديوهات ان شاء الله باذن الله النهارده او بكره على البيدج عندي، تركيب كل قطعه من الكلام ده كله واسعارهم بالتفصيل الممل ان شاء الله. طبعا نسينا نقول ماركات الحمام ده قبل ما نخرج منه. انا عندي الحوض ده ماركه ديورافيت، حوض 55 سنتي. الخلاط ده تركي، هات كده الخلاط ده يا استاذ خالد. الخلاط ده تركي. عندي هنا ده خلاط بالمحول، وش بالمحول جروهي، صباب بالمحول ديورافيت 8100 جنيه تقريبا. عندي الشطاف الخارجي جروهي، الستاند الحامل للشطاف بالعلاقة جواد، وش دفن بدون محول جروهي، قاعدة معلقة ديورافيت ديورا ستايل، صندوق دفن جروهي، سماعة 1 في 1 جروهي، طاسة 20 في 20 مربعة جواد. كده احنا عرفنا البراند. طبعا عندي تحت ده وش البيبة، هات كده وش البيبة يا استاذ خالد. وش البيبة دوت وش منع ارتداد، هنشوفه جوه مع بعض حاليا دلوقتي في اللايف الثاني حالا. هنقفل ونشغل اللايف الثاني ان شاء الله. اقفل.